اللهم صل وسلم على محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. الموضوع الأول: الرعاية الصحية للمعتقلين. عندما تحتجز إنسان وتسلبه حرية الحركة وتحدد خياراته أو تلغي خياراته، تصبح سائر المسؤوليات تجاه هذا الإنسان على من يقوم بسلب الحرية من هذا الفرد. وعلى هذا الأساس تكون السلطة السالبة للحرية للمعتقلين، سواء كانوا معتقلين سياسيين أو معتقلين جنائيين، هي من مسؤولية السلطة. كثير ما اشتكى المعتقلون أنفسهم واشتكى أهاليهم من الإهمال الطبي أو التعمد، فيها درجة أكثر، تعمد عدم علاج المعتقلين. وهذه بعض الصور إلى هذه الممارسة. ينقل الكثير من المعتقلين أنهم لا يحصلون على حقهم في مراجعة الطبيب، فيتم الشكوى مرة ومرتين وثلاث وأربع، سواء كان جريح مصاب أو كان مريض. الشرطة، المسؤولون في المعتقل، يعتبرون كل طلب من السجين هو طلب كاذب، ولذا التعامل الأولي هو عدم الالتفات. عندما تتطور مثل هذه المطالبات نتيجة إلى شدة الحاجة، فالكثير من المعتقلين اللي لو كان في الخارج يروح المستشفى، يروح المستوصف، في المعتقل يفضل أنه ما يروح. هذا لين مرضى السكر، السكلر وغيرهم، غيرهم جريحة ساعات يجي هني ويا ولد، ممكن الحين بين فترة أخرى يجي يقول أنا أتألم من الشوزن، بس إذا بياخدوني بيطلعوني من المستوصف يضربوني وفتشوني وودوني يعني من السجن، وودوني المستوصف يهينوني وبيضربوني، أنا أقعد بألمي ولا أروح له. فالأصل في تعاطيهم بأنهم يكذبون طلب المعتقلين إلى الذهاب إلى المستشفى. بعد ذلك إذا ذهب إلى المستشفى، ما في وسائل تشخيص ولا أدوات تشخيص ولا وقت للتشخيص، ومعروف يروحوا المستشفى يعطونهم بنادول بروفين ويرجعونهم. أي كان المشكلة اللي تعاني منها، أي كانت المشكلة اللي تعاني منها، العلاج تقريبا علاج تشخيص سطحي وعلاج مسكنات وارجع إلى الزنزانة من جديد. نقل بعض وسمعت من البعض، حجي مجيد صمود الله يفرج عنه واحد منهم، قال لي يوصفون لي دواء ما في العيادة، وتعال بعد الحين برا ما يرضون يدخلون الدواء. قصة لما تريد تودي دواء إلى واحد، شخص محترق، ابن الشيخ المخداد محترق، طفل عمره 13 سنة 12-13 سنة، عنده حرق، يودون له شاش وبرهم. قصة تبلمون المتحدة تتدخل حتى تجيب شاش وبرهم إلى واحد محترق. خلاص في خلاف سياسي، في مشكلة أمنية، في أي شيء، من يصير سجين ده صار حالة إنسانية.
ما تعذبه ولا السجون الآن تديرها شركات في دول متقدمة. هذا صدر عليه حكم بمنع الحرية يعطى إلى شركة خلص الموضوع. دولة ما عندها خصومة مع الفرد في ذاته، عندها خصومة مع فعل معين، خلصت صدرت المحكمة قرارها تجاه هذا الفعل يتسلم إلى شركة. شدي قاعدة تصير الدنيا توجه. حج الصمود يقول ما في دواء، ودوني قال لي بعدين وما في في العيادة اصبر. سمعت من الشيخ المحروس يقول احنا يعني الأدوية اللي متشابهة نتبادلها فيما بيننا، إذا خلص دوائي أنا أخذ دواء أستاذ حسن، إذا خلص دواء أستاذ حسن أخذ دواء أستاذ عبد الوهاب، وهي الرموز. وهم يبشرون قبل لا ينتهي موعد الدواء بأسبوعين يبدون يقولون ترى دوائنا بيخلص، ترى دوائنا هذا فترى كذا، حتى ما يجي فترة ويصير كثير من الأحيان يجي فترة ما في. مثل أستاذ حسن أستاذ عبد الوهاب اللي يحتاجون يشوفون الطبيب بشكل دوري، عنده مراجعة دورية، هذا عنده احتمال عودة سرطان غدد اللمفاوية ويحتاج إلى مضادات، ساعات بالأشهر تمر. أستاذ حسن مرة 8 شهور على حجة أنه ما لابس لباس السجن أو غيرها من الحجج التي تختلق. يزداد هذا الأمر بالنسبة إلى صنفين من المعتقلين، معتقلين الجرحى ضحايا الشوزن إلا المكيف إذا اشتغل يأديهم، البرد إذا صار وما عندهم تدفئة يأديهم، ومرضى السكلر اللي جو السجن جو برا وصعب عليهم، جو السجن ما يلائمهم بالمرة. احنا في الوفاق نحرص من نعرف ان في معتقل سيكلر نقول لهم ترى هذا معتقل سيكلر، ما نقدر نطلع بس هذا معتقل سيكلر، في اي لحظة جنوبة وما يعتبرونه شنو، يعتبرونه كذاب، فيقعد يتلوى ويقعدون يذلكون جماعته. هاي علاج السيكلر في السجن، جماعة يذلكون. فتزيد معاناة هؤلاء لأنهم يحتاجون إلى عناية أكثر من الحالة الطبيعية، وهذه العناية مفقودة. يتعرضون للألم باستمرار بدون الحصول على العلاج المناسب. أما إذا تعرضوا إلى التعذيب فإن النتائج تكون كارثية عليهم. يعني هذا مريض السكلر إذا يصيد ضربة بس، إذا تصيده كذا تصير محل ألم، يروح يتجمع هذا الخلايا المتكسرة في مكان، فالتعذيب يطلع عليهم آثار مضاعفة على الشخص العادي. ذهب الشهيد محمد الشيخ والآن يلتحق بالرفيق الأعلى الشهيد جعفر الجزيري مظلوما شهيدا بعد أقل من ساعتين أو ساعتين تبدأ مراسم التشييع. المرضى حالة إنسانية تضمنها أفكار اتفاقية جنيف وكل مدونات تنظيم وجود المعتقلين في السجون. عسى يكون أعتى المجرمين، عسى يكون مرتكب جرائم حرب، من يدخل المعتقل يجب أن تتوفر له الرعاية الصحية، خلاص صار بعد إنساني، ما لازم تكون في عقلية الانتقام والتشفي. في الحرب يمنعون عقلية الانتقام والتشفي، وروح الصليب الأحمر حتى يمنع هذه ويفرض المعاملة الإنسانية. الله يبعد الحرب، ولكن الصليب الأحمر مضطر يجي البحرين. ليش يجي صليب أحمر بحرين؟ صليب أحمر يروح مكان حرب كوارث، يروح سوريا، يروح أفريقيا،
البحرين ليش؟ هناك العديد من المرضى والمصابين داخل السجون يفتقدون إلى الرعاية الصحية المناسبة. استشهد عدد منهم، البعض تتحول أمراضه إلى أمراض مزمنة. أحمد المقابي نتيجة إلى التعذيب الوسخ عند التهاب، وهذا الالتهاب أو التورم قابل إلى التحول، دائما في قلق أنه يتحول إلى خلايا سرطانية، وبعد 3 سنوات الحين باقي عليه أشهر حتى يطلع، وعشرات أمثاله. تتحول أمراضهم الطبيعية اللي يمكن معالجتها إلى مرض مزمن، حياك الله يا بالي، من جراء عدم حصولهم على العلاج المناسب في الوقت المناسب. المجتمع الدولي، خلونا الحين احنا متهاوشين سياسيا واحنا نبى ديمقراطية وناس ما تبى ديمقراطية، استعالوا وقفوا هالانتهاكات الحقوق الإنسان على الأقل. خلونا احنا ندابج في هالمطالبنا بالديمقراطية. حقوق إنسان، مريض يحتاج يتعالج، مريض يحتاج يتعالج، ما تحتاج مجاملة مع النظام. وهذاك تشوفون هذا شهيد آخر واحد، آخر شهيد، والتقارير كلها عندكم وتشوفون الموضوع. نحن كأهالي ومنظمات حقوقية في البحرين علينا توثيق حالات المرضى وإيصالها إلى المجتمع الدولي، الصليب الأحمر والمنظمات الحقوقية. والآن موجود عندنا مدة 2 مفوضية سامية لحقوق الإنسان، خلنا نوصل إليها كل اللي عندنا على أمل أن يساهموا في التخفيف من آلام المرضى. أما الحقيقة أو الشيء الحق الذي يجب أن يكون، أن يكون جميع هؤلاء خارج المعتقل، جميعهم، جميع المعتقلين لما فيهم وفي مقدمتهم المرضى والنساء والأطفال، لما يشكلون شيء في الصراع. العنوان الآخر، السلمية والعنف. منذ البداية تمسكت المعارضة بدعوتها إلى العمل استراتيجيا بالإطار السلمي ونبذها إلى العنف من أي جهة كانت، واستمرت على هذا الخط. وكل بيان يصدر من القادة المعتقلين داخل السجن راح تشوف فيه التمسك بالسلمية، مظلومين، مسجونين ظلما ويأكدون على السلمية، فضلا عن من هو في خارج المعتقل. وكان لهذا الخطاب ولهذه الاستراتيجية أكبر الأثر في أن البحرين تجنبت احتراب وصراع مدمر كما حدث في ليبيا أو في سوريا أو في اليمن بنسبة معينة. أكبر الفضل في ذلك إلى هذه الاستراتيجية وإلى هذا الخطاب. مبعثه الدين، حرمة الدم من أي طرف، مبعثه العقل، ما نريد يتدمر هالبلد، في أخطاء نريد نشيل هالأخطاء حتى نبني البلد. مبعثه أن المعارضة بكل فصائلها ما عندها روح الانتقام وروح أنها تبى تقتل، روح أنها تبى تخرب وتدمر. وسجلت يعني ربيع البحرين سجل بامتياز أفضل حركة شعبية سلمية وأوسع حركة شعبية سلمية على الإطلاق، مما جعل جميع المنصفين يفخرون أو يتباهون أو يشيدون بهذا الأمر. في المقابل ومنذ 15 مارس 2011 مارست السلطة صنوف غير منتهية متعددة من القمع الممنهج خارج المعتقل، برا المعتقل، داخل البيوت، على كل أنواع الحياة، حتى وصلت إلى أكثر من نوع من أنواع الانتهاكات سجلها تقرير بسيوني
وهي أكثر. فحركت هذه الممارسة المستمرة بعض ردات الفعل غير السلمية، فمن يتحمل ذلك؟ من صادر الحرية، من منع حق حرية الاعتصام الدائم والتجمع السلمي. سنة 2012 سوينا اعتصام في ساحة الحرية من الصبح إلى الساعة 12 فقط، تقرير وزارة الداخلية، انخفضت الاصطدامات في المناطق 90%، مع أنه مساحة حرية محدودة، ساحة الحرية هناك. فأنت تبى تنهي الصدامات، افتح دوار اللولا وقول هذا الشارع الرئيسي يجب أن لا ينقطع، وهذا صحيح. افتح حق التجمع السلمي الدائم كما تنص على المواثيق الدولية. افتح حرية المسيرات، قول إيه المسيرة لازم تخطر قبل 3 أيام، بس عندما يخطر تعطيل التصريح، وإذا بتتظاهر 100,000 يتظاهرون في الشارع الرئيسي، هاي 100,000 إيش قد بيستخدمون الشارع مدة 3 ساعات؟ في 100,000 سيارة تستخدمها أو 50,000 سيارة؟ ما في. فهذا للمواطنين، هذا للمواطنين يتظاهرون مدة 3 ساعات في الشارع الرئيسي لأن حجمهم كذي، ينتهي كل الاصطدامات. من المسؤول عنها؟ من يلغي حرية التعبير ومن يرفض الاستجابة إلى المطالب الإنسانية البديهية العادلة في أي مجتمع اليوم. مساواة، نبى مساواة، أم بصوتي مثل صوت بقية إخواني في الوطن؟ هذه جريمة، هي يحتاج أتفاوض إياك حولها. مساواة، اليوم احنا سنة 2014، مساواة الأمر اللي صار بديهي من الثورة الفرنسية وانتهت الدنيا من عنده. ومجلس تشريعي يتولى السلطة التشريعية كان موجود عند البحرين سنة 73، وهذا ما توعدنا عليه في سنة 2001 وقعنا عليه واتفقنا عليه. مجلس كامل الصلاحية التشريعية والرقابية والمعينين قالوا بس للاستشارة، للاستشارة فقط، ما فيها، ما تحتمل أي تفسير. هاي اللي يطالبون فيه الناس، يطالبون بحقوق كانت موجودة جزء كبير من عندها، 75% منها موجود في سنة 1973، وتم الاتفاق على ترقيته في سنة 2001 إلى أن يكون كامل المجلس منتخب يتولى السلطة التشريعية. قالوا نحط لهم كم واحد يزيدونهم خبرة، إيه؟ كل الدنيا فيها مجالس ثانية، ما في مجلس في الدنيا إلا سلطة تشريعية مثل مجلسنا، ما في، نقطة على نهاية السطر. بريطانيا، أمريكا، فلان فلان، أما مجالس منتخبة فإلها صلاحيات أو مجالس معينة إلها استشارات، نقطة، ما في. فمطالب إنسانية عادية تم رفضها ولا زال رفضها، وكل المشكلة، كل المشكلة في البحرين هو رفض هاي المطالب. بعد إذا هذه المطالب الإنسانية استجيب لها، حتى المظاهرات ما يحتاج لها، التجمعات ما نحتاج لها، المسيرات ما نحتاج لها، تصير مثل بقية الأوادم، مشاكلنا نحلها من خلال المؤسسات. إذا في مؤسسات حقيقية، في قانون حقيقي، فالمؤسسة تقوم بالدور، والقانون يكون القانون العادل الحقيقي يكون على الجميع. هاي الدنيا مشت بهالطريقة، مؤسسات شكلية ما تفيد، تولد مشاكل، وقوانين ظالمة جزء من المشاكل، مو هو قانون يجب احترامه. فبهذا الفعل تحملت السلطة مسؤولية كل العنف الموجود. هنا أعيد وأكرر دعوتنا إلى الإطار السلمي، ورفضنا إلى العنف، وإدانتنا إلى التفجيرات أيا كان وراء هذه التفجيرات،
جهة أهلية، جهة رسمية، ما أني مني هذه مدانة ومرفوضة من عندنا. نقطة. الحفاظ على الملكيات العامة والخاصة نعبر عنه باستمرار، هذا واجبنا. أبنائي تتظاهرون تعتصمون، الأملاك العامة والأملاك الخاصة يجب الحفاظ عليها، لا نخرب حديقة ولا نخرب شارع ولا نخرب إشارة. هذا ما يقدم مطالبنا ولا يأخر مطالبنا وتحققها. تظاهر بطريقة سلمية ونعبر عن نفسنا بطريقة حضارية، فهذا حقنا، ونكسب بذلك احترام العالم أيضا. الآن نعود بالذاكرة إلى مارس 2011. شعر بعض المتنفذين في الدولة بأن أيامهم كانت معدودة أو باتت معدودة، وهم يقولون إن إحنا ويحترق الوطن، إحنا ولا باقي يحترق الوطن. فلجأوا إلى إثارة مجموعة من الأعمال العنيفة، راحوا هجموا على البرادات وسووا نقاط تفتيش شعبية في المناطق، ووزعوا مسجات من كذب بأن فلان ضربوه أو فلتان ضربوه، وسووا حوادث السير العادية جرائم، وهيجوا الرأي العام بهذه الطريقة، الرأي العام السني بالتحديد، وقاموا بممارسات أعمال عنف من أجل تبرير القمع والحملة الأمنية التي كانوا يعتقدون ويؤمنون بها. الظاهرة قاعدة تعود تقريبا بنفس الاستراتيجية. في الأيام القليلة الماضية وبعد فكرة إمكانية وجود حوار في الوقت في البحرين جاد وحقيقي أفضل من الحوارات السابقة، وقلنا سنحكم عليه بحسب سريانة، بدت الأطراف التي لا تؤمن بالحوار في تشغيل مكينة العنف. فاسمع مثل هذه الأمور: من أجل خلط الأوراق ومن أجل تبرير مزيد من القمع والعنف، دعوات صريحة وواضحة في تجمعات، اللي يقول بنحرق هاي القرية، ولا نقول بنقتل فلان، ولا نقول بنشيل فلان من منامة، ولا نقول على الهواء في الساحات. مسيرة فيها 300,000 تطلع ما فيها شعار يسيء إلى مواطن آخر. عندنا مشكلة مع الدولة، تصير مشاكل مع الدولة ونقول نبى نسقط رئيس الوزراء، ونقول تنحى، ونقول. لكن الآن 3 سنوات مسيرات تضرب يمين وشمال، ما فيها إساءة إلى طائفة ولا إلى دين ولا إلى عرق ولا إلى مواطن من المواطنين. أحياناً يتداخل الموقع مع الاسم فيجي اسم مسؤول، بس المواطنين ما حد تعرض لهم. زيادة فزاعات تويتر انترنت 3 سنوات مشحون بالتهديد على قوى المعارضة. واحد في تويتر يمكن قال شي كلمة عن امرأة الله يحفظها اسمها معيسة، فزعة تحشيد، شو ماكو شيء، ما في شيء. إشاعة قالوا البنت اللي صادها الحادث الاحتكاك عند المرفأ المالي اكو شيعة بيروحون يضربونها من الدوار جايين، ما حد من الدوار بيروح يضربها، وسووا نقاط التفتيش عند البساتين وقاموا يضربون الرايح والجاي، يسوون حق إثارة العنف المجتمعي، حق إثارة العنف المجتمعي، وروح إلى هذا المسجد واضرب هذا المكان واضرب هذا الكذا، وطلع إشاعة المؤذن لإثارة العنف المجتمعي. ما دام أنا بروح خلي تحترق البلد. وطلعت في الأيام القليلة الماضية، ليست جديدة ولكن تأكيد، بيانات وإعلانات تحمل صور واحد حامل كلاشينكوف يقول إحنا ننزل تاريخ 16 مارس، بننزل في الشارع، بتنزل بطريقة سلمية، الأبواب مفتوحة، تفضل هذا حقك. أما إعلان حاط في كلاشينكوف، وين الدولة عنك؟
وين المؤسسة الرسمية عن هاي؟ منشدين، منشدين أقصى شعاراتهم تتكلم عن الحكومة، تتكلم عن شعارات سياسية، خدتونهم دخلتونهم المعتقل. عودة الحوادث المشبوهة، أمس في حرق 3 روضات في الدير مع ساعات الفجر الأولى، ما في تماس كهربي. أمس بدينا نسمع، أو اليوم البارحة بدينا نسمع برادات جواد من جديد 24 ساعة عرضة للاعتداء. هناك بروشرات إلكترونية حطت الناس وقالت عليهم حد الحرابة. واحد سوى تويت راح جاوب الاي بي نمبر ماله، قالوا لي اهانة فلان وهانة فلتان تويت. هذا احد اولادنا حاكمين 10 سنوات لانه سوى ريتويت الى ايميل من الائتلاف. مال بني جمرة الخير، وصلتونا 7 سنوات. وهذاكم هذا اللي ما تعرفونه قبل ما يبدأ الربيع العربي وربيع البحرين، كانت تيجي مسجات مسبة وكذا، قالوا لي الجماعة اوكي انت لا تسكت، قول للنيابة العامة ان هي ارقام تجيني من التلفونات وهي شو اسمه، بس حط الحجة عليهم. انا نائب ديك الايام بعد الظهر، رحت النيابة العامة وحطيت عندهم الأرقام وحطيت الكذا. ما يعرفونهم، أنا صعب نعرفهم. خلص خل مطلوب يريدونه، إذا ما طلعوه باللحظة وين يتحرك إذا يعرفون رقم تلفونه. خطاب تحريض، شعار في المواقع الإلكترونية، وتعرفون أصحاب المواقع الإلكترونية زين، في الصحف، صحف مطبوعة كاتب اسمه موجود، كاتب اسمه موجود. هذا لو يكتب في الوسط راح من زمان 20 سنة على هاي، لو يقوله على الطائفة الثانية راح 20 سنة، راح 20 سنة. مو ما يحتاج أحد يشتكي، النيابة هي بتقوم بالواجب، أجهزة الأمنية بتقوم بالواجب، ما يحتاج بعد أنا أروح أشتكي. وإذا رحت أنت تشتكي على هذا صاحب المقال، يجيبونك أنت، يستدعونك أنت مخدم شكوى، ويسوي وياك تحقيق على الشكوى اللي قدمتها زين، وصاحبنا والقضية سلامة أمرك. بس مو لا يعني شو اسمه، ولكن الجماعة قالوا القوا عليهم الحجة، تكلمت عليكم وزيرة الإعلام تهمتكم بالإرهاب، فقدموا شكوى يا وفاق، رحنا قدمنا شكوى. تعال يا الأمين العام للوفاق، أنت مقدم شكوى تقول إيه قل هاي شكوى، وهذا النص مالها، مقابلتها في جريدة الشرق الأوسط، وهذا نصها وهي الكذا. خلص القضية انتهت بها اللحظة. خطاب تحريض على المعارضة وعلى طائفة من الناس في الإعلام الرسمي وشبه الرسمي، منابر مفتوحة، كل هذا تتحمل مسؤولية السلطة. معارضة ما تدعو إلى العنف، معارضة اللي حضرت فيها 300,000 ما تتبنى العنف، تدين العنف. في ردات فعل نتيجة إلى عنف السلطة أيضا ندينها وندعو إلى التخلي عنها. والد الله يحفظه يقول حتى حجر ما نحتاج نرمي. أستاذ عبد الوهاب يوم طلع 13 يوم طلع 14 فبراير في الصبح قال لي اللي بيرمي حجر لا يجي وياي، اللي بيرمي حجر لا يجي وياي، اللي ما بيرمي يجي. هاي زعيم المعتقلين وهاي زعيمهم اللي برا، فما تحملون بعض الأحداث الجزئية اللي تصير، لأنما السلطة تتحمل مسؤولية هاي الجو، وهي تعرف من يقوم فيه.
مجددا نؤكد على الدعوة إلى السلمية ونبذ العنف وإدانة من أي جهة كانت، كما نؤكد على الدعوة إلى التسامح ونبذ الكراهية في الخطاب، وهذا ما التزمت به المعارضة، ومنابر المعارضة جميعها ملتزمة بهذا الاتجاه. وسيظل الحراك يحافظ على السلمية ويحتضن هموم ومطالب جميع أبناء البحرين بغض النظر عن دينهم ومذهبهم وطائفتهم وعرقهم، وسيبقى المطالبة بدولة حديثة ديمقراطية تحتضن جميع أبناء البحرين هي محرك هذا الحراك، وسيستمر على هذا المنهج حتى نحصل على هذه الدولة التي نأمن فيها وتحقق طموحاتنا الإنسانية وطموحاتنا في التنمية وطموحاتنا في الرفاهية. اللهم اجعل هذا البلد آمنا وارزق أهله من الثمرات، ألف بين قلوبهم، اجمعهم على الخير والمحبة والهدى. وفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.